تكنوز انقراض لدينا سورات كان ديما موضوع جدال ما بين لي باليونتولوجيست اللي منهم شكون يقول انه سببها هو ميتيوريت تحت في يوكاتان خارج المكسيك قبل 66 مليون عام ومنهم شكون ياكد انه سببها هو لانتنسيتي نتاع نشاط البركاني في الهند. في تكنوز اليوم معلومات على امكانيه اصحيه الزوز مقترحات واكتشافات جديده تنجم تبدل التيوري الكل. منذ تقريبا 35 سنه وصل دي شيرشر نتيجه انه انقراض الديناصورات سبب فيه هو ميتيوريت تحت على الارض وسبيسيالمون في المكسيك، في حين اخرين وصلوا لنتيجه انه نشاط البركاني الكبير اللي حصل في الهند هو السبب. معلومات جديدة تأكد اليوم أن الميتيوريت الكبيرة اللي ضربت الأرض في فترة الكريتاسي الامباكت متاعها هو اللي كان سبب في زيادة الانتنسيتي متاع الاكتيفيتي فولكانيك في الهند، وأنه الكومبينيزان متاع الكاتاستروف هذوما زوز هي اللي قضت على ديناصورات من خلال البروفوكاسيون متاع ديزيماناسيون توكسيك والسحب العظيمة متاع البوسير اللي بدلت الطقس في الأرض خلال آلاف السنين وخلقت اختفاء كل المخلوقات النباتية والحيوانية. دي شيرشور أثبتوا اليوم عن طريق اون لاف تلقات في ديكون في الهند أنه الميتيوريت ونشاط البركاني الخارق العادة صاروا في نفس الفترة الممتدة على 50,000 سنة وتسببوا في انعدام مظهر الحياة لمدة تفوت 500,000 سنة. وبما أنه الميتيوريت هي اللي تسبب في ارتفاع نشاط البركاني فإنه لي دو تيوري اللي كانوا متضاربين لمدة سنوات طويلة نلقاوهم اليوم أسوسيي في طرح واحد. هكا تكنوز اليوم وفيت خالد يقولكم تحية تكنوز.